الجمعية العمومية الغير عادية. طيب هشام بيه، تصميم نادي الزمالك على إقامة الجمعية العمومية العادية والغير عادية أمس الخميس واليوم الجمعة، كيف تنظر إليه اللجنة الأولمبية؟ وهذا شغل شاغل الشارع المصري الآن. الشارع المصري رأى قرارا حاسما من اللجنة الأولمبية، خرج في وقت متأخر من الليل حتى يوفر أموالا خاصة بنادي الزمالك ولا تهدر الأموال في أمر باطل، وفي نفس الوقت كان مراية للعدل والحق حتى يتخذ الزمالك أمره في الدعوة لأمر صحيح، وهذا حق المجلس الإدارة بشرط أن يكون ما يدعو إليه ينطبق عليه اللائحة الخاصة به وقانون اللجنة الأولمبية. والله حضرتك إحنا لا نخشى أي حد، ولا حد فينا ال 12 وأنا أولهم على راسنا بطحة، وكل الكلام اللي بيتقال ده للاستهلاك المحلي اللي هو بيقال على جميع الناس ليقول من يقول، ويعلم القاسي والداني الذم لما بيجي من مين بيبقى ايه قيمته. حضرتك الموضوع احنا قلنا بما يرضي ربنا وبما يرضي ضميرنا وبما يرضي التكليف اللي احنا كلفنا بيه من الدوله، ان احنا نقول الحاجه المظبوطه زي ما سبق لنا وقلنا ان الجمعيه العموميه على يومين بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كانت غير سليمه. صح. ايد كلامنا ولنفس الحاله، ايد كلامنا لنفس الحاله قرار المحكمه في ذاك الوقت، وايد كلام اللجنه الاوفيه وقال ان الجمعيه العموميه كانت بتاعت النادي الاهلي بطله، والجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك برضه بطله. يعني اذا لن تعتمدوا ما رايناه من هذا الامر بشان تصميم مجلس الاداره على انعقاد الجمعيتين. والله طبعا يا فندم احنا لن نعتمد، واذا كان اي دي دوله مؤسسات والدوله فيها الجهات اللي تفصل في النزاع، وزي احنا كنا طرف في النزاع مش هنقوم بواجبنا اللي احنا شايفين ان احنا قمنا بواجبنا 24 قراص، فليتوجه من يتوجه للجهات اللي تفصل في النزاع بكل ادب ان امكن يبقى مؤدب ويقول الكلام ده، لانه برضه لو خرج عن النص في جهات اخرى قانونيه هتجيب لنا حقنا، والدوله دي دوله مؤسسات، ولو الموضوع بيتنسي بقى له مده بيتنسي، اتصور ان الدوله دلوقتي صحيت تمام، ومش واللي عدى مره حاجه مش هيعديها مره ثانيه. طب هشام بيه، حضرتك تقدمت ببلاغ رسمي وتم استجوابك بالامس في اربع نقاط مهمه، تفاصيل هذا البلاغ واسبابه يا فندم ضد رئيسنا للزمالك. حضرتك انا لان اتعلمت اني ادي لكل واحد حقه، واني احترم دولتي ولا يصدر عن فمي اي حاجه خارجه عن اللياقه. انا رحت المكان المختص اللي هو اللي انا قلت فيه ان حصل 1 2 3 4. احنا يوم الاربع الصبح حضرتك كان في اكتر من 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 من, هو من هجوم على اللجنه الاوروبيه، واحنا معانا الصور، بلغنا الشرطه بجواب رسمي موجود عندنا، والشرطه كانت موجوده ومنعت الناس اللي جم بغض النظر هم مين واسمائهم مين فيما يخص يا فندم حاله التجمهر من موظفي وعمال نادي الزمالك. ايوه يا فندم. معانا الصور. عمال نادي الزمالك كمان حضرتك. وبعد دي حاجه وما كانش لها اي لازمه ولا لها اي حاجه الا من وجهه نظري تغيير محاولة الإرهاب إن جاز التعبير لتغيير الصح بالغلط، وده ما كانش هيحصل ولو على رقابنا. واحد نمرة اثنين السب والقذف والشتيمة اللي اتعملت مرة على التليفونات ومرة على اليوتيوب، مرة في التليفونات ومرة كان يتكلم في البرامج اللي راحت بعد كده على اليوتيوب. كل الكلام ده احنا مش هنسيبه، لان احنا الحمد لله ما فيش حد فينا على راسه بطحه، ولا حد بيخاف انه يتهم الا المتهم الحقيقي. والنهارده لو في حاجات النهارده بتجيب كل الحاجات اللي بتقال على الناس الشرفاء النهارده دول من اولهم لاخرهم، كان فين هذه الاتهامات؟ وعلى راي اللي بيقول كثره الادانه تفيد البراءه يا فندم. مفيش حد عليه حاجه، واللي وانا بناشد اي حد في البلد وعلى جميع المستويات، اي واحد يرى اي مواطن مصري كان في مركز او بره مركز عنده ما يدل على فتفوت الفساد لا يفوتها
والجهات الطبيه موجوده والجهات القضائيه موجوده والنيابه موجوده وكل حاجه موجوده، ويبقى غلطان لو ساب اي حد، لان ده اللي هيبقى على راسه مصحه. والراجل اللي